تنتمي الإبل السودانية لمجموعة الإبل العربية ذات السنام الواحد، إذ يأتي السودان في المرتبة الثانية بعد الصومال التي تؤوي العدد الأكبر للإبل في العالم. العدد الأكبر من الإبل السودانية يتمركز في المناطق الصحراوية الجافة في شمال وشرق السودان. الإبل في المجتمع السوداني أو الألبل كما يحلو للسودانيين تسميتها يطلقون على أصحابها الأبالة، ومن هؤلاء الأبالة نحكي عن واحد منهم عشق الفروسية والإبل فصارت له خلا وفيا يقضي جل وقته معها، يعتني بها، يسامرها ويحفظ الكثير مما قيل عنها. بقول للجمل أبوب شبريق أمك نعام تنجافلة وجدك بالحق الهامل وبلم الطافرة، على الماشاء للشنطة طوجي واللواري مسافرة، وصلني وبرك عندهم شعونا وافرة، قرقر مقر ودناك تلقديني وداقن، السير والخرس فوق لوح ضمير وتلاقن، المن القلوب لا يقن لا فاقن، دودو يا سفير جد مراوحا ساقن. كعب الزول يقعد في الفريق ليتوق، وكعب الزول يجيب قول الرفيق مسيوق، كعب الزول يروح ساكت هبوف في فروق، كعب الزول تريده يلبس الخازوق. ما بقول لنا العرب وين جيتوا، نحن بنركب الدرش اللي بجاب تخيتوا، نحن عشيرنا ما بنخونه نخرب بيته، نحن عدونا بنعصره ونطلع زيته. نحن ما بقول لنا العرب رحال، نحن الفوق فريقنا بصره من حيال، نحن قاطعين راس السقط فينا، نحن الموت معاودنا لقانا ريال. للإبل مواصفات تدل على أصالتها عند الأبالة، كأن يكون أبيض اللون ذا فم طويل ورقيق، وأن تكون عيناه شديدة الاستدارة واللمعان دلالة على طول نظره، وأذناه مرفوعة إلى أعلى دوما، وأن يكون ضامر البطن نحيلا، سيقانه طويلة بامتلاء. كل هذه الصفات جعلت مرغن إبراهيم الخليفة كثير الحنين والتعلق بالإبل وتربيتها، وخبر حتى مزاجها وكيفية التعامل معها. الشاعر قال البل ليل يا ما بتفهم العبتوبن، والبل في البهايم ما كتير قالوبن، بعزا تربة البيد عليه عرقوبن بوابربر، وكان للمدينة مشوبن. البل ليل عيف ليكيشة ما بنكالن، كان وقفا شامشا كان جرن بنجالا، مالوش أنا بكشك بالفرقات دموعك سالن، قبيل ما قلت شيلات المعاي بنشالا. البل ديل قبل فوق البلد ما كملن، لكن هسا عجاهن القطن الطير وهملا، شيلات تقيل على الحوايب حملا بجيبا بنكنود وعلى اللويخة بشملا. البل ديل الولد الصميم بسعاهن كوضي ونوري ختن الكرد في قباهن، دخل من بلد العرب حصلا زبناهن سدوره النار والكار رمحن تابعاهن. تصنف الإبل في السودان إلى إبل حمل المتاع والأثقال وإبل ركوب، هي مخلوقات تتصف بالصبر والحنية، وقيل عنها إنها عند موت صاحبها أو راعيها لا تقرب الطعام، وتصدر أصواتا تنم عن الألم، وتذرف الدموع، وتفعل نفس الشيء عند بيعها أو ذبحها. وكما للإبل مواصفات وميزات تتميز بها عن غيرها من الحيوانات، أيضا لها أسماء وأنساب. أسامي الجمال وأجناس. الجمل اللي أنا راكب عليه ده يسمى جمل حر، جمل عنافي. أدب الشايف عينك ده يبرك، أجدعرس نظف الوطن يقوم يسافر مسافات طويلة، يزال بالليل راحا سيرق لا قدر الله. ده الجمل اللي بنحتمد عليه للفزع وللمسافات الطويلة لمحل الشراب، ويدور به محل القش، وبركب عليه وأنا بالذات. ده من صفات الجمال الحراري يعني. وعندنا جمل تاني البشاري الشايف راكب الولد ده، ده بيسمى جمل بشاري، نوع قوي وهاط يعني. زول لما نبقى في سن شيخوخة خد بناخد لجمل البشاري ده عشان رهيب بلولي، وفي السفر كذي براح، وللجهال ذي المسكين ما بيرمون ما مع الراعي، شيلوا في المويه شيلوا في العقل المسكين. في جمل بيسمى الباشندي اللي هو في جمل هسا أنا قبيلة شفته دوم وداز الزرق ده باشندي، لا حر مجنس يعني، آي ده بيسمى جمل باشندي. امتدت حميمية العلاقة لأطفاله الذين تفتحت عيونهم على الإبل وتربيتها والعناية بها وشرب لبنها الذي قيل إنه يعالج الكثير من الأمراض. ما ينسعوا فريق والناس بتكره جيتي،
ما بتدبر الجارات بعيبة وليتي، بدفع دمي للأخوان البعارف وحميتي، بدفع القرش للأخوان البعارف ومزيدي. يلا ورينا علاقتك بقلب اللي بدت كيف؟ من أول حاجة من ما أنا قمت لقيت إنهن قعدت، وقاعد أجي مع أبوي ده هنا الخالة هنا، وألفت عليهم. وبقيت أركب الجمل عادي بوالف عليه، ناس بشد وبركب أي حاجة عادي. توضع على مخلوفة الإبل العديد من الملحقات، بعضها جمالية وبعضها لراحة الراكب، نذكر منها الفراية تصنع من جلد البقر لحماية أقدام وسيقان الراكب من الوبر والعرق، ثم الحسكة وهو ما يسمى في الخيل باللجام، يوضع للتحكم في سرعة الإبل، ثم المخلوفة التي تصنع من خشب السدر وتتكون من الطافات وهي ما يجلس عليه الراكب، والعكفة للتثبيت وحفظ توازن الراكب، ثم المخلاية التي يوضع عليها الزاد والدرجة. أولا العلاقة بتاعتي مع علي بالله علاقة من فترة طويلة جدا جدا، مما أنا سعيت بالليل يعني فترة طويلة، والبالليل بالذات يعني دارات المعامله حقتهم زي معامله الانسان. في الخريف بيمشوا بين البطانه من الباعوض ومن الضبان ومن القراد، يمرقوا لنا البطانه بعيد يا ظهرة المناقل والمكاشفه، ودي بتسمى بطانه. في واحدين عرب غيرنا بيمشوا البطانه القداميه بطانه الشكريه. عشان كده بالليل الوضع هسه جاب من الغابه دي جاب من الصيف، جناين الصغار ده الحر ما بيتحملها في الصيف في الظهره، دلينا عشان يبرد والمويه تبقى لين قريبه. الحياة وسط الإبل حياة لها طابع خاص وطعم لا يستسيقه إلا العالمون بأسرارها وخفاياها. بقول يا الحور القران لا ترشو، الصي صادر من قدام عاقبك فرشو، عبودة رفد ياتم البساط فكدرشو، لين ويابس البصد فنوايبك قرشو. الإبل سفينة الصحراء، ملهمة الشعراء، صديقة للإنسان، حياتها مليئة بالأسرار والغرائب والعجائب، ولكن تظل صفة الصبر وقوة التحمل من أبرز صفاتها. عامر عمر عبد الله، الشروق، ولاية سنار، سنجة.